انا النهارده جايه بقى اتكلم على الريتينول، كل اللي يخص الريتينول اتكلم عليه في الفيديو ده عشان تبقى عندك درايه بكل حاجه وانت رايحه تشتري عارفه انت هتشتري ايه. يلا حالا اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين. اي سؤال في السكين كير والعنايه بالبشره والشعر والجسم اكتبوا لي تحت في الكومنتات او الفيسبوك او الانستجرام. فيلا حالا دلوقتي اول حاجه ماده الريتينول من الماده المقشره اللي بتعمل على زياده الكولاجين في البشره، بتساعد على الرؤوس البيضاء والسودا انها تختفي من البشره، وكمان ان هو اخف من الاكراتين والاكنيفرين. الوحيد اللي تقدري تستعمليه مدى الحياه، ده ما توقفيش 3 شهور وترجعي تاني، ده تستعمليه مدى الحياه طول الوقت تستعمليه، لان مضاد للتجاعيد بيأخر التجاعيد على قد ما تقدري، وتستعمليه على كل الوش مش منطقه العين مش منطقه الانف بلاش والحوالين البق بلاش، لا لكل الوش. انا بحطه لكل وشي عادي جدا جدا. وطبعا للبشره الحساسه ممكن تجيبي تركيز اقل، بس تركيز ضرور بوزي تركيزه حلو جدا ومعقول جدا، بيناسب كل البشرات حتى البشره الحساسه. فده بالنسبه لي احسن نوع ريتينول انا جربته، بتاع لاروش بوزي، حلو جدا جدا جدا. طريقه استعماله ازاي؟ طبعا بنستعمله على بشره جافه، وبنستعمل قد حبه البازيلا. اوكي، يعني بتحطي على ايدك كده قطره، والقطره دي بتوزعيها على وشك كله، فده كويس جدا. ولازم تكون البشره بتاعتك نظيفه، يعني لسه غسلاها تنشفيها كويس قوي ما فيهاش نقطه ميه. تقعدي بالظبط كده 30 ثانيه تبتدي ترشي بقى وشك بشويه ميه بسيطه كده، وتحطي الهايرونيك اسيد وتحطي الكريم المرطب بتاعك، وكده انت عملتي ترطيب مكثف لبشرتك، زائد انت كمان عملت لها تقشير خفيف بالريتينول وزودتي تحفيز الكولاجين. انا اول مره استخدمه، انا خايفه تكون بشرتي تتحسس منه. طيب احنا اول مره نستخدمه 3 مرات في الاسبوع، لغايه ما نتعود واحده واحده تدريجيا نستخدمه كل يوم قبل ما ننام. ولو بشرتك في الاول طلعت حبوب عادي جدا جدا جدا، استمري برضو عليه، الحبوب دي هتختفي تدريجيا. وبجد هو بيعمل تنظيف البشره مش طبيعي، يعني اول ما استعملته بشرتي طلع فيها حبوب وكان فيها تهيب جامد جدا جدا، الموضوع ده طلع طبيعي طبيعي، وتستمر عليه بشرتك هتتحسن وهتشوفي بنفسك. طب التحسن بيبان امتى؟ حسب بشرتك، ركزوا. يعني في من 3 شهور لـ4 شهور، في من 3 لـ6، في من 3 لسنة. فانتوا لازم تمشوا عليه كل يوم، ده روتين. مش قادره تعملي اي حاجه في الدنيا تحطي ده والكريم المرطب. انا كده قلت لكم كل حاجه تخص الريتينول وانت تقدري تستعمليه، وعندك انواع كتير. فاشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، مستنيكم الفيديو الجاي. باي باي.